مين يحب يكون في محضر الله؟ أنا بحب أكون فيه. أوقات كتير بنبقى بنعافر إن إحنا نكون في محضر ربنا، صح؟ نحس إن إحنا مش عارفين نعمل إيه وإيه اللي ممكن نعمله علشان نبقى في محضر ربنا. خليني أبتدي معاك الوقت البسيط ده بحكاية من سفر الخروج إصحاح 24. ركز معايا في الرقم، ماشي؟ سفر الخروج إصحاح 24 بيتكلم، بيقول إن الرب بيقول لموسى تعالى عشان المجد بتاعي هيعدي على الجبل. فقال له تعالى أنت وأبي نداب وأبيه الشيوخ والكهنة تيجوا عند الجبل، وأنت يا موسى بس اللي تطلع الجبل والشعب يسجد من بعيد. ده سفر الخروج 24. مزمور 24 يقول إيه؟ من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ بحكي لك الحكاية دي عشان أقول لك إنه محدش فينا لأنه يخش محضر ربنا إلا بيسوع المسيح. لا ترنيمي ولا إيماني ولا المسحة ولا الموهبة ولا حضوري المكان ولا وجودي فيه. فإذا كنت شايف نفسك كويس مش هتعرف تخش إلا بيسوع المسيح، وإذا كنت شايف نفسك ما تستاهلش إنك تكون في محضر ربنا فهتخش برضو بيسوع المسيح. في الأيام دي كلها يعدي عليك الرب ويصنع منزلا، يصنع محضر إلهي فيك وفي حياتك على حسب نعمته وعلى حسب دمه. بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك وارتمي عليك. يلا قول معايا، اروي ضم قلبي وشوقي وحبي فراحتي يا ربي وحاجتي إليك تحملك الشفاء وتمحي الكذبة بشخصك كل بدكي
قبل ما نسمع لكلمة الرب ارفع قلبك ناحيته وقول يا رب ما في أجمل ولا أحلى من القعدة قدامك والسجود أمامك يا سيد رب. قول له تعالى يا رب النهاردة سمعنا صوتك وافتح قلوبنا ليك يا سيد رب وازرع على قلبك لينا في قلوبنا يا سيد رب وانزع كل زرع من عدو الخير في حياتنا يا سيد رب. تعالى بقوة روحك القدوس النهاردة كلمنا وشددنا وشجعنا وابدأ معانا وكمل معانا المسيرة يا سيد الرب واكسر كل ظلمة على أفكارنا وعلى قلوبنا وعلى نفوسنا يا سيد الرب بنورك وحقك وسلطانك يا سيد الرب. أشكرك لأنك حاضر وموجود في وسطنا ليك كل المجد. سأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنقرأ نصين. النص الأول في خروج 23 عدد 9 ولا تضايق الغريب. الرب بيوصي شعبه بيقول له ممكن نقول الآية دي مع بعض ولا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب. You know the psychology بتاعة حد حاسس إنه هو غريب. نقول مرة تاني الآية دي ولا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر.
انتوا فاهمين كويس يعني ايه الواحد يعيش غريب، ايه الم الغربه، ايه وجع الغربه. فمن فضلك لما تلاقي حد غريب حواليك لا تضايق، لا تضايق الغريب، فانكم عارفون نفس الغريب. في مش اقل من 10 نصوص في العهد القديم بهذا المعنى، تحب الغريب، لا تظلم الغريب، لا تسيء للغريب. بالمعنى ده عشرات الآيات، بس عشان الوقت هكتفي بالآية دي. الجزء الثاني اللي أقرأ معاكم من رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1، الرسول بيكلم المؤمنين باعتبارهم ضايقين مرارة الغربة، عارفين يعني إيه الواحد عايش غريب. فبيقول بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين، إلى المتغربين، كلمة اليونانية ممكن نحفظها جميلة، بار إبيديموس، بار إبيديموس، تنسوش الكلمة دي، قولها بار إبيديموس، إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبثينية، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به لما يجي الخلاص ده في المستقبل تبتهجون. مع أنكم الآن إن كان يجب يعني if needed تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح الذي في الزمان الحاضر يعني اليومين دول، وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. نقول الآية دي عدد 9 برضو مع بعض، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. هذه هي كلمة الرب. خلونا نرفع قلوبنا للرب مرة تاني وقولي له يا رب كلمني، قول له يا رب كلمني، يا شفيعنا يا حبيبنا أيها الكاهن الجالس عن يمين الله لأجلنا، الرافع وجهك دائما متشفعا لنا، نتضرع إليك أن تعطي عبدك معونة وتعطي إخواتي معونة لكي نستقبل كلامك ونعيش به. آمين. تفضل. أنا علقت على النص الأول لما الرب بيوصي شعبه وبيقول لهم عشتوا 400 سنة تعرفون مرارة نفس الغريب، أنا طلعتكم بمعجزة كبيرة برش الدم بموت الحمل، طلعتكم ودخلت معكم في عهد من خلال الدم والعهد، أنتوا بقيتوا شعبي وأنا هسكنكم في أرضي فتنتهي غربتكم وما تبقوش بعد كده غرباء، بس لما تعيشوا بحمى الدم وفي ظلال العهد كشعب يهوى كشعبي شفيتم من الاغتراب لم تعودوا غرباء. لما يجي حد غريب بينكم لا تضايقوا، لأنكم أنتوا أكتر ناس عارفين نفس الغريب، عارفين مرارة الغريب.
ده المعنى بتاع النص الأول، وهرجع له بعد شوية بإشارة مختصرة. النص الثاني جميل، قصدت أقول الكلمة باليوناني بار إبيديموس، وابدأها هي من ثلاث مقاطع زي ما أنتم شايفين. الجزء الأخير منها ديموس، اللي منه عندنا التعبير الشهير ديموكراسي. يعني ديموكراسي يعني حكم الشعب، مش الأوتوكراسي ولا الثيوكراسي، لا حكم الذات ولا حكم الله، لكن حكم الشعب. ديمو ديموكراسي حكم الشعب. فكلمة ديموس تعني مواطن، حكم المواطنين. المواطن وله حق المواطنة، السيتيزن اللي من أهل البلد من حقه أنه يحكم، له كامل الحقوق السياسية، ديموس. لكن في مجموعة معاهم اسمهم إبيديموس، دول مش مواطنين، مستوطنين. مستوطنين تقدر تقول معاه الجرين كارد بس معهوش سيتيزنشيب، ما هواش مواطن، لا يتمتع بالحقوق السياسية كاملة، ليس له العرق الروماني، يعني مش زرقة، شعره مش أصفر، لا يستمتع بالشكل والعرق والثقافة واللغة الرومانية التي تعطيه الحق أن يقول أنا لست غريبا، أنا من هذا الشعب. لكن في ناس زي بولس مثلا حصل على الجنسية الرومانية، فهو مش من الديموس لكن إبيديموس، ولد في الجنسية الرومانية لكنه ليس أصله روماني، عشان كده يتسمى عندهم مستوطن وليس مواطن. لكن في ناس بقى لا هم ديموس ولا هم إبيديموس، هم بار إبيديموس، يعني غرباء. غرباء، وحكم عليهم أن يعيشوا ويظلوا غرباء. ودول مين؟ دول اليهود. وليه حكم على اليهود أن يظلوا غرباء؟ لأنهم كانوا يرفضون رفضا تاما أن يقولوا قيصر رب، وطالما أنه لا يعترف بقيصر رب، عارف أنت اللي لما بتروح تاخد الجنسية بتعمل إيه؟ القسم، لأنك بتعلن ولاءك وانتماء. كان القسم لكي يصير الشخص مستوطن، هو عمره ما هيبقى مواطن بمعنى كلمة مواطن، لكن على الأقل ممكن يبقى مستوطن، بس الاستيطان يستلزم القسم، والقسم عندهم أن يقول قيصر رب، وهو مش ناوي يقول قيصر رب لأنه ده هيهدم كل شيء عنده وهيصبح عابد وثن، فحكم عليه أن يظل طول العمر غريب ويعيش مرارة الغربة. اسمعني بقى في اللي جاي، هو بيقول لهم بطرس رسول يسوع المسيح إلى البار إبيديموس، إلى المتغربين، إلى اللي أنا عارف عذابهم، اللي أنا عارف ألمهم. تعرفين موضوع العزة النهاردة معاكم البرنامج العيشة في أرض غريبة، معكمش البرنامج؟ I'm truly sorry, I apologize. المفروض أن يكون معاكم البرنامج، إن شاء الله من بكرة يكون معاكم البرنامج، يتبعت لكم أي حاجة. العيشة في أرض غريبة، هو بيقول لهم إلى المتغربين، إلى اللي عايشين في مرارة البار إبيديموس، أنا عارف مرارة نفسكم. إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية، لو ممكن نجيب النص أكون شاكر، النص بتاع بطرس الأولى. إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبثينية، الناس اللي عايشة في هذه البلاد، في هذا الشتات، مشتتين في هذه البلاد، يعيشون حالة البار إبيديموس، الناس المتغربين. بس أقول لكم بقى على مشكلة تانية، إن الناس دول اليهود اللي عمرهم ما يحلموا يبقوا حتى مستوطنين بقوا مسيحيين، بقوا مسيحيين، وهنا بقيت لهم كارثة جديدة. اترفعت عنهم حاجة اسمها الرخصة
الدينية، ودي كانوا بياخدوها religious license، كانت تعطى فقط لليهود. الدولة الرومانية كانت دولة ذكية وما تحبش المشاكل، وعاملة شعار اسمه Pax Romana، يعني السلام في روما. فكانت عارفة ان اليهود مستحيل هيقولوا قيصر رب، فادوهم رخصة. الجنس الوحيد اللي تسمح له انه يمارس حقوقه في هذه البلد، حقوقه الدينية فقط، من غير ما يقول قيصر رب، ومن غير ما يتجر للإعدام أو للمحاكمة. مين يحصل على الرخصة دي؟ اللي اسمه مقيد في مجمع اليهود. ونس إن الشخص قبل المسيح بيطرد من المجمع، فبيفقد انتمائه لليهودية وبيفقد الرخصة الدينية، فيتعرض للخطر في الدولة الرومانية. فلكم أن تتخيلوا المأساة اللي عايش فيها صاحب. هو أصلاً عايش بمرارة نفس الغريب، وأضيف إليها مصيبتين تانيين، إن أهله طردينه، ما هواش حتى بيلونجينج للمجمع اليهودي، لكن كمان معرض في كل لحظة للخطر الروماني إن الدولة تحكم عليه. يمسكوه بيمارس العبادة المسيحية بتاعته، يقبضوا عليه، ياخدوه للمجمع، يقولوا لليهود ده تبعكم، يقولوا ما نعرفوش. يبقى ما عندوش غير انه يروح للمسرح الروماني ويلقى للأسود ويتعرض للاضطهاد. هذه مرارة نفس هؤلاء الناس اللي بيكتب لهم الرسول بطرس. انا ما اعرفش ليه احبائي اللي رتبوا البرنامج اختاروا الموضوع ده، ان احنا نتكلم عن العيشة في ارض غريبة. I assume إن هم assuming إن أنتوا بتعانوا من شعور بالاغتراب. I doubt، بس يعني هخليني همشي مع البرنامج وأفترض إنكم عندكم، وبعد على آخر الخدمة هتكتشفوا إن كلكم بتعانوا، بس يعني خلينا كده نمشي واحدة واحدة. إنهم إن أنت تعاطيت قدرا كافيا من المخدرات التي ضيعت منك إحساس الاغتراب. خلاص انا بتكلم انجليزي كويس، انا عارف الثقافه بتاعتهم كويس، انا بشتغل شغل كويس، انا اتعلمت تعليم كويس، ما عدتش غريب. ويت ا مينيت بليز، انتظر عليا شويه ونشوف هنوصل ليه. لكن ارجع باك للنص، الرسول بيقول لهم انا عارف مراره نفوسكم باللي انا شرحته ده، مش هعيده تاني، لكن انا عندي اخبار رائعه لي. أنتم متغربين، بس أسمع، المختارين. أول كلمة يصفهم بيها بعد المتغربين، أنتم المختارين. واو، المختارين، قولوا الكلمة دي معايا، المختارين. لا، أعلى شوية. الكلمة دي برضو لها معنى سياسي في هذا في هذه القرينة، إنه كانت الدولة الرومانية أحياناً تنعم على بعض الأشخاص المتميزين اللي بيأدوا خدمات جليلة للدولة الرومانية، وتختارهم لتمنحهم الجنسية. فدول مختارين، بس مختارين منين؟ من الدولة الرومانية. أكيد مش يعملوا كده مع المسيحيين، لكن كانوا بيعملوها مع أشخاص تانيين. أمه ده عياله اللي يبقى من المختارين، الدولة اختارته هتمنحه الجنسية الرومانية. بطرس فاهم الحتة دي، فاهم وقع هذه الرسالة. Congratulations, you have been chosen to have the citizenship. مبروك عليك، تم اختيارك لمنحك فوراً الجنسية الرومانية. أكيد تقام الأفراح والليالي الملاح ويتعمل له سليبريشن، ونروح البيت عنده نهنيه بمناسبة حصوله على الجنسية. وده كمان خدها مش لأنه كمل 30 شهر،
لكن دخلها لأنه اختيار من جهات عليا، قرار سيادي، أنت مختار من الدولة. شفاء لمشاعر الغربة. هو بيقول لهم أنا عايز أبلغكم خبر، الدولة ما اختارتكمش، لكن الله الآب اختاركم، فأنتم مختارين بقرار سيادي، لكن ليس بقرار سيادي الدولة الرومانية، العدد بمقتضى علم الله الآب السابق اختاركم بقرار سيادي من الآب، وظل يعمل فيكم بالروح القدس بعملية اسمها تقديس الروح عشان يعزلكم من العالم ويغربكم عنه ويأتي بكم إلى مظلة رش دم يسوع المسيح. لقد ظل الآب الذي اختاركم بقراره السيادي يعمل فيكم بالروح القدس ليعزلكم من هذا العالم اللي مفتخرين بجنسيتهم، قاعد يعزل يعزل فيكم لغاية ما جابكم بعيد عنه ورش عليكم دم العهد، فبقيتوا مقدسين برش دم يسوع المسيح، وهذا يعطيكم جنسية جديدة مختلفة تماماً، مش عن الجنسية الرومانية، عن كل الجنسيات الأرضية، وتصبح لكم انتماء آخر لعالم آخر. نكمل النص. مبارك الله أبو ربنا يسوع. هو ما قدرش بقى بعد ما شاف دي، ما قدرش، ما عملش زيكم كده سكتتم. أنا كنت متوقع هللويا بصراحة يعني، بس أنتم ما بتقولوش هللويا، it's fine. بس هو بولس راح قال بقى، يعني مش قادر يسكت، فمرضيش يكمل ويسترسل التعليم، وقف علشان يسبح. واو، الله أبويا اختارني بتقديس الروح للطاعة ويرش علي دم يسوع فيجعل لي انتماء لعالم آخر. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. نجيب عدد 4، لميراث. لميراث، اليهود يفهموا قوي الكلمة دي، لأنه هم ما تشافوش من الشعور بالاغتراب إلا لما دخلوا الميراث، أرض الموعد. يدوب في أرض الميراث لم يشعروا أنهم غرباء. انتهى عبودية مصر، انتهت، دحرج عنهم العار، لقد دخلوا إلى الميراث الموعود، إلى الأرض، إلى الوطن، إلى الانتماء، إلى كنعان. عندي خبر رائع بطرس بيقوله، هذا الميراث الذي دخلتم إليه لا يفنى. روما هتفنى وقد فنت، فارس وقعت، بابل وقعت، الاسكندر واليونان وقعت، وروما هتقع، لكن أنا بقول لكم أنتوا داخلين وطن، داخلين ميراث لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل، محدش هياخده منكم، محدش طلعكم منه، محدش استعبدكم فيه زي ما حصل مع كنعان. ميراثكم في أرض كنعان الذي منحكم الجنسية، الذي منحكم الوطنية، الذي شفاكم من الاغتراب بسبب أخطائكم، هذا الميراث فني وتدنس واضمحل، والدليل ها أنتم مشتتين في أرض روما. لكن القرار السيادي اللي جه من فوق باختياركم للمواطنة السماوية أعطاكم جنسية في وطن لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات، في دائرة السماوات، مش في الدور الثاني. يعني احيانا لما افكر في السماء انه الارض دي الدور الارضي وبعدين او البيسمنت وبعدين في فوق الدور، انت بتعيش في الاثنين مع بعض، لان السماوات دائرة روحية تحيط بنا، مش كده؟ اجلسنا معه فين؟ في السماويات، احنا اوريدي في السماوات،
ننتمي للعالم الروحي. المسألة مسألة وقت، مسألة أنه ناخد الجسد اللي نعرف نعيش به عيانا في دائرة السماوات، لكن روحيا من الآن أنا في هذا الوطن، روحيا من الآن أنا أنتمي لهذا العالم، أنا حاصل على هذه الجنسية، ميراث محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محروسون، حرسكم في هذا الوضع لغاية ما يجي يسوع المسيح ويغير الأجساد بتاعتنا ونلاقي روحنا روحا وجسد في وطننا. نحن الآن بأرواحنا نقيم في وطننا، نشتاق أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، أو يأتي الرب ويغير الجسد فنصبح روحا وجسدا في وطننا. اسمعوني في الجملة اللي جاية دي وفكروا فيها، إني لا أنتظر تغيير الجسد لكي أشعر بالمواطنة، فأنا مواطن سماوي من الآن. أيوة كده، الله يفرح عليك يا شيخ. فيليبي 3:21، أما سيرتنا نحن، سيرتنا، كلمة سيرتنا جنسيتنا، الكلمة دي our citizenship، أما سيرتنا نحن فهي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدي. لكني لا أنتظر مجيء المسيح ليمنحني المواطنة، أنتظر مجيء المسيح لكي يعطيني الجسد السماوي الذي يجعلني أعيش في وطني روحا وجسدا. لكن من الآن أنا مواطن سماوي. أنظر بإعزاز لوطني وأقول أحييك يا وطني، أرفع لك التحية وأنشد نشيدك يا وطني، وآتي مع إخوتي في تلك الاجتماعات لكي نغني أغاني وطننا ونحكي قصتنا ونهتف ونحيي هذا الوطن، نحيي هذا الوطن. ويزداد اعتزازي بوطني وأنا أنظر إلى كل الأوطان حولي وأقول اضمحلت تدنست وفنت. ما من أرض على الأرض إلا وتدنست، ما من إمبراطورية إلا وسقطت. أين أمجاد مصر؟ أين أمجاد العراق؟ أين أمجاد أرام؟ أين أمجاد فينيقية؟ أين أمجاد اليونان؟ أين أمجاد روما؟ لقد زالت وسقطت كل الأوطان، لكني أعيش مواطن سماوي، أهتف وأقول وطني هو الوطن الوحيد الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، هو محفوظ لي وأنا محروس له. نرجع ليه بتضيع النص؟ مين اللي بيشيل النص؟ أنت بتخفف أحمال الكهرباء زي عندنا؟ خليه موجود. وطني محفوظ لي وأنا محروس له. أنتم الذين بقوة الله محروس. قول العبارة دي معايا، وطني محفوظ لي وأنا محروس له. قد تم اختياري بقرار سياسي أكون مواطن سماوي من الآن، أنتمي للسماء، أنتمي لعالم الله، أنتمي لملكوت الله، لمملكة الله، مواطن بروحي فيها الآن، أنتظر مجيء المسيح ليغير جسدي لكي أكون مواطنا بالروح والجسد في عالمي الجديد عند مجيء المسيح. هذا الوطن السماوي محفوظ لي وأنا محروس له. بس الكلام ده هيتأكد وهيفهم وهيبان ويظهر في الزمان الأخير، لسه ما جاش الزمان الأخير. تاني، أنا مش مستني الزمان الأخير ليمنحني المواطنة، لكن ليؤكد أني مواطن. طب لغاية ما يجي الزمان الأخير في شوية حاجات كده مش لطيفة بتحصل،
في حاجة اسمها تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. حلوة الكلمة دي، تحزنون يسيرا. يسيرا for a season، يعني لفصل، والحياة ليست فصل واحد، فالحياة فصول. فعندما يأتي سيزن الإحزان just off all it's just a season، it's a season، مجرد فصل. تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكن مش بدون غرض، في غرض وغرض عظيم ومرتبط بالمواطنة برضو. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد المدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ده تريبي يقول لك أن الحاجات اللي بتحصل دي بتزكيك، بتوضبك، بتهيئك أكتر، بتخليك more qualified، بتاخد مكانة أكبر يوم استعلان يسوع المسيح لما تدخل للوطن روحا وجسد. يسوع الذي وإن لم تروا، مش علق على النص ده لأنه جميل ومعروف، قال إن كنتم مش شايفينه دلوقتي بتحبوه، ده دليل على أنكم مواطنين سماويين. ذلك لا قال قبلي ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. حط دي في مقابلة مع تحزنون، يعني مش علشان نحزن يبقى معناها ما فيهاش فرح، لا ده فيه فرح، وفرح لا ينطق به ومجيد، ده مش لما نروح السماء، ده هنا على الأرض، لأنه أنا مختار بقرار سيادي لكي أكون مواطن سماوي، وأنا الميراث محفوظ لي وأنا محروس له، فببتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. عدد 9 نائلين، ده سر الفرح. عايزكم بقى من هنا تهابوني أقصى تركيز عندكم، وبدي لك الحق في زغط كده لأي حد جنبك ابتدى ينعنس، خلاص أنا بدي لك الحرية، ولو اتضايق منك يحاسبني أنا بعد الاجتماع. من دلوقتي واللي باقي ليا عايز أقصى طاقة تركيز علشان تفهم معايا العبارة المرعبة دي. بطرس بيقول في الحكاية الحلوة دي نائلين غاية إيمانكم. لاحظ هو جاب سيرة الإيمان من شوية، قال الذي وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به تبتهجوا فرح لا ينطق به ومجيد. ليه؟ لأنه إيمانكم به هينولكم، برافو عليكم، خلاص نفوسكم. فأنت طالع من الدنيا دي، من الفترة اللي فيها تجارب متنوعة، رايح لوطنك روحا وجسدا، وانت واخد أسمن شيء من الدنيا دي، واخد نفسك، واخد نفسك، رايح له وانا حي وموجود، خلصت من الهلاك، خلصت من اللاشيء، خلصت من العدم، وعندي خبر بمليون دولار. الأوطان اللي حواليكم تهب الناس جنسية لكن لا تهبهم نفوسهم. هدي عايز هللويا. فكر في العبارة تاني اللي بقولها لك، الأوطان قد تهب الناس كل شيء، تهبهم أفضل بيوت وسيارات ووظائف وشهادات، لكن لا تستطيع أن تهبهم نفوسهم. في وطني السماوي نلت خلاص نفسي. قول العبارة دي، في وطني السماوي نلت خلاص نفسي، لست هالك. ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. كده خلص النص. ها فهمنا النص،
وعرفنا إيه المقصود منه وطالعين منه بإيه. يعني معناها إن الجماعة المسيحيين الجمال الحلوين دول بقرار سيادي من الله الآب وبعملية تقديس الروح القدس أتي بهم إلى رش دم يسوع، فانتموا إلى وطن جديد تأسس بقيامة، ما وقفتش عند الآية دي، ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح. لاحظ دي مش الولادة الثانية بتاعت يوحنا 3. يوحنا 3 المولود من الروح بالماء، لكن هنا بيقول ولادة تانية مش بالماء، مش بكلمة الله، ولادة تانية بإيه؟ بقيامة يسوع من الأموات. ودي ليها معنى جميل عند اليهود، خلونا أشرحه لكم. كانوا الجماعة التلاميذ كلهم يهود قاعدين في العلية مغلقين الأبواب لسبب الخوف من اليهود، بيقولوا البعض إيه؟ ضعنا، صح ولا لا؟ قاعدين بيقولوا البعض إيه؟ ضعنا، أهلنا كرهونا، والمجمع طلعنا، وخسرنا الجنسية اليهودية، ومشينا ورا يسوع، وهو يسوع إيه اللي جرى له؟ مات، خلاص، راحت كل حاجة، لا احنا مسيحيين ولا احنا يهود، لا بقينا مسيحيين ولا فضلنا يهودي، خسرنا اللقط والسقط، راح كل شيء. وبينهم في حالة الخوف والشعور بالخسران جاء يسوع ووقف في الوسط وقال سلام لكم، ففرح التلاميذ إزراء الرب. بطرس بيقول تعرفوا اللحظة دي اتولدنا من جديد، اتولدنا لما لقيناه قام الموت، قيامته من الموت خلقت فينا رجاء جديد في عالم آخر ووطن آخر وجنسية أخرى، وعرفنا أنه ما فيش حاجة ضاعت بل بالعكس إحنا كسبنا كل شيء. مبارك الله اللي ولدنا من جديد لما اكتشفنا ان يسوع قام الاموات. We have one only historical fact that is very sure ان يسوع قام الاموات. المسيح قام. نعم. دي عندنا enough evidence نقول إن يسوع قام، وإذا كان يسوع قام فوطني حقيقة وأنا لي رجاء في هذا الوطن الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. دخلنا الوطن ده وهنطلع منه بعد الأيام الصعبة اللي بنعيشها في مصر ولا في أمريكا ولا في أي بلد، هنطلع منه بإيه؟ بخلاص نفوس. يعني طالع ومعاك نفس، خليني أعمل تفصيلة صغيرة. لما أقول تطلع بخلاص نفسك، مش خلاص نفسك من الجحيم، أنا ما جبتش سيرة الجحيم، لكن تطلع بنفس خلصانة، وعكس النفس الخلصانة نفسها الكانة. فأنت مش خلصت من الجحيم، أنت خلصت من الهلاك أكيد طبعاً، باي ديفولت اللي خلص من الهلاك خلص من الجحيم. لكن الكتاب ما بيتكلمش عن خلاص النفس من الجحيم، لكن لما يتكلم عن خلاص النفس، النفس خلصت يعني كانت غطسانة وفطسانة وطلع روحها، وبعدين حد عمل إيه؟ أحياها. ابني هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فبقى عندك نفس. من يهلك نفسه من أجلي يعمل إيه؟ يجدها، يخلصها. يعني اللي مرتبطش بيسوع يا حبيبي هو ما عندوش حتى نفس يدخل بيها السماء، ما عندوش، لأنه السماء عايزة ناس حية وده ميت ما ينفعش يدخل، فما عندوش النفس الحية اللي يدخل بيها السماء. فلما يقولنا إلينا غاية إيمانكم خلاص النفوس، يعني عندك نفس خلصانة تقدر تساكن بها الله في الوطن الجديد. تعرف لو ما عندكش الخلاص ده، لو ما عندكش بقى النفس الخلصانة دي، وديناك السماء تقول نزلوني تاني، أنا ماليش قاعدة هنا، ما تعرفش فعلا، مش هتعرف تعيش في السماء. لقد تكونت لك إنسانيتك،
في فترة اغترابك عن وطنك السماوي جسدياً أنت تتكون كإنسان وتخلق كإنسان وتصنع في معجنة هذا العالم في غور الأردن يسبك الملك أواني الهيكل، أنت تصنع وتخلق لكي يكون لديك النفس التي تأخذ الجسد الجديد وتعيش بها في الوطن الأبدي. أدي لازمة الأيام اللي احنا عايشينها، فيها أخلص، تخلص نفسي أي تخلق، تتكون، تبدع، الله يتقنها ويكونها ويعطيها فردانيتها، يجعلني ماهر الذي اشتاق إليه هو. لست نسخة من بقية المؤمنين، مش mass production، piece by piece يصنعني صناعة حائك حاذق، يتقنني، يعملني في هذا الجسد، في هذا العالم، وسط البروكنس بتاع الخليقة، وأنا جوايا sinful nature، وإبليس يسود في هذا العالم. اختار الله هذا الوقت في هذا الموقع بحكمة لكي يخلق نفسه مشابها صورة ابنه، أبقى شبهه وأخرج من هذا العالم بهذه النفس الجميلة. وأقول مع أيوب: تدعو وأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يديك. أعيش في هذا الجسد يعملني، 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 وتمر بالأعوام وتمر بالظروف، وأنا على دولابه كالفخاري يصنعني، يصنعني، يصنعني. ثم في لحظة معينة حددها هو يدعوني وأنا أستجيب، لأنه اشتاق إلى عمل يديه. فأذهب إلى وطني الأبدي لكي أبدأ رحلة عمل هناك طويلة إلى أبد الآبدين. اللي جاي صعب شوي، فركزوا معايا. ليه؟ هبدأ شوية أخدكم كده في رحلة سهلة وسريعة إلى العلم والفلسفة والعالم اللي حوالينا شوية. لما الناس بتتكلم عن العيشة في أرض غريبة، في ثلاث مستويات من الاغتراب، ثلاث مستويات من الغربة. الاغتراب الأول هو الاغتراب المكاني، الاغتراب الجسدي، الاغتراب الجغرافي. واحد يا حرام اللي هو بار إبيديموس، واحد مش عايش في وطنه، واحد اترمى بعيد زي ناس كتير كلنا عارف. فاكرين معاناة أهليكم لما جوم البلاد دي؟ بجد فاكرين؟ فاكرين صراعهم مع اللغة؟ صراعهم مع الثقافة؟ فاكرين؟ انتوا ما تعرفوش، انتوا ما تعرفوش انه كانوا بعيد عن أعينكم، يمكن بيقعدوا يبكوا جوه. فاكرين الانسحاق اللي عاشوا فيه بسبب الغربة؟ أرجوكم تذكروا هذا، تذكروا كم صارع أباءكم، كم عانوا المرار لما جوم البلاد دي جديد، شعر أنه غريب ومش فاهم. وأفتكر واحد منهم حرام بعت لي قال لي: كنت فاكر روحي وخد كورسات إنجليزي لما طلعت عينه لما كان في مصر، ولما جي لي روحي حرام مش فاهم أي حاجة من اللي بيتقال. معاناة، 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 شربوا المرار بسبب الاغتراب. دي أخف أنواع الغربة، تصوروا بقى. فدي الغربة اللي بيتكلموا عنها اليونايتد نيشنز، عن المهاجرين، عن حقوق المهاجرين، عن المساكين. ده ناس نعمل لهم شوية منظمات تساعدهم ونعمل لهم كده أي نوع من السوشيال يعني سبورت. بس في غربة تانية عايشينها الأمريكان نفسهم وعايشينها الناس كلهم، وإحنا كنا عايشينها في مصر.
غربة نفسية. الغربة النفسية اتكتب فيها literally مئات رسائل الدكتوراه. ازاي الواحد يبقى وسط اهله وشاعر انه غريب؟ يا عم ده ما قطعناهوش، ده ما رمناهوش، ده ما وديناهوش، ده عايش وسط اهله وكنيسته وعيلته وعزوته، لكن في داخله شعور عميق بالاغتراب. فلاسفة كتير اتكلموا عنه، في ناس تناولوها من ناحية الفلسفية زي أول واحد هيجل، ماركس أكتر منه، ناس من علم الاجتماع إيميل دوركايم وغيره في علم الاجتماع، وفي السايكولوجي ناس كتير قوي كتبت فيه. في شخص من عندكم من هنا من لوس أنجلوس في UCLA اسمه ميلفن سيمان. ميلفن سيمان عنده نظرية في موضوع الاغتراب، وشرح أنه من خلال تجاربه ودراساته على الناس اللي بتعاني من الشعور بالاغتراب على الرغم من أنها في وطنها يتميزوا بخمس أشياء، وتسمت النظرية دي نظرية سيمان بالفايف كاركترستيكس بتوعها. بيقول إيه الراجل ده؟ أول حاجة بيقول أنه الشخص بيحس اللي هو شاعر بالاغتراب ده أنه عاجز، powerless، حس بالعجز. وإحساسه بالعجز، أرجوك ركز معايا لأنه ده زي ما بقول ملوش دعوه بالبلد اللي أنت عايش فيها، ممكن يبقى مازال عندك الشعور بالاغتراب. إيه بقى العجز؟ لكن البني آدم يقعد طول عمره بيسعى وبينتج بس مش حاسس إن عمله وتعبه ده ليه تأثير. مش بعمل كل ده، مش فارق، مش فارق، مش فارقه في حياه عيالها. سمعتيش الكلمتين دول من ماما؟ احيانا سمعتهمش من ماما، من بابا. انا افنيت عمري عجز. وعنده حق، لانه مرات بيكون فعلا بيشتغل في حته غلط، فاللي بينتج مش هو اللي نفسه فيه، ومرات يا حرام ما بيبقاش حتى عارف هو نفسه في ايه، فيشتغل يشتغل ويحقق وينجز ومش ساتسفايد. دي قالها إيميل دوركايم، ده عالم اجتماع فرنساوي، قال إن مشكلتنا ليست أن نسدد احتياجات الناس، إن مشكلة الناس أنهم لا يعرفون ما يحتاجون إليه. مش المشكلة how to satisfy your needs، you don't know what you need. ما هي أعمق احتياجاتنا؟ إحنا مش عارفينها، بس إحنا مجانين في الشغل، عمالين نشتغل عمالين نشتغل عمالين نشتغل وبننجز. الحقيقة بننجز، العربيات بتيجي والبيوت بتيجي، بس في خواء داخلي، لأنه في الواقع أنا قبل ما انطلق لرحلة الشغل المجنونة أنا كنتش عارف أنا عايز إيه، فأي فيل باورلس. طب أعمل إيه تاني؟ ما أنا موت روحي. فبيشعر الشخص أنه غريب في الدنيا دي، يظهر أن أنا في حتة غلط، لأنه المفروض لو أنا في الحتة الصح أحس أن أنا fitting in، أنا بعمل بنجز بشبع، بعمل بنجز بشبع، أحس أن أنا belonging للعالم ده، شايف الإفكت بتاع شغلي، مش شايف ده. الحاجة التانية مش بس powerless، لكن في تعبير عنده كده بالإنجليزية غريب، هو نحته normless، انه ما فيش norms، ما فيش معايير، بمعنى انك بتصدم في العالم لما بتلاقي منظومة قيم values غير values اللي انت عايزها، values اللي هي الحاجات اللي ليها قيمة اللي ليها معنى، فهم بيقدروا حاجات انت مش حاسس ان ليها قيمة، وانت بتقدر حاجات معينة هم بيحسسوك انها ملهاش 60 قيمة، فبتشعر انك غريب. It seems ان انا مش من الدنيا دي، النورمز دي غلط. عشان كده مرات يا حرام يبتكروا نورمز جديدة تتماشى مع احاسيس عندهم
ويطلبوا من المجتمع أنه يصادق على هذه النورمز، واللي ما يصادقش عليها يبقى بيظلمني. بس عايز أقولك على حاجة، وبعد شوية النورمز اللي هو عملها دي هو هيغيرها وهيكتشف أنها are not satisfying. لكن كمان الإثكس، الأخلاقيات المعينة، أنت عندك أخلاقيات بتصطدم بأنه العالم اللي حواليك بيعيش بأخلاقيات مختلفة. اوعى تفكر ان دي مشكلتك بسبب ان انت من اصل عربي وجاي تعيش في امريكا. حتى في مصر اولادنا بيعانوا نفس المعاناة، ان الانسان في هذا المجتمع يحلم بنورمز معينة ويحلم بفاليوز معينة ويحلم بإثكس معينة، لكن لا يجد العالم حوله يعيش بها فيشعر انه غريب، فيتعمق شعوره بالاغتراب على الرغم من انه عايش في وطنه. الامر الثالث الميننجلس، اللا معنى. خدوا بالكم كلمة المعنى دي مهمة قوي وجذابة قوي، بس ما بنفكرش فيها كتير. المعنى دايما يجي في الجملة أو في القصة، ولما أقول في الجملة أو في القصة، يعني لو تخيلت نفسك كلمة أنت مالكش معنى إلا إذا اتحطيت في جملة، ولو أنت فصل في حكاية فالفصل مالوش معنى إلا إذا اتحط جوه الحكاية. فواضح ان انا بطولي ما ينفعش يبقى لحياتي معنى، انا محتاج ارتبط بحاجات كتيرة قوي اكبر مني، خلينا اقول بحكاية كبيرة قوي عشان حكايتي الصغيرة يبقى ليها معنى. واضح ان انا كفرد لست كفئا ان اخلق معنى من حياتي الفردية بنفسي فتكون حياتي في النهاية لها معنى. يبدو اني مخلوق لكي اكون جملة في حكاية، شابتر في حكاية. وما هي الحكاية؟ القادرة ان تحتويني فتصبح قصتي الصغيرة لها معنى في اطار القصة الكبيرة. كل شوية العالم بيطلع حكاية، بيقدم حكاية، وللأسف بيثبت أنها في النهاية غير جديرة بأنها تحتويني وعاجزة عن أن تحتويني وتجعل لحياتي معنى، وأشعر بصوت العمر يلهب ظهري، السنين تفر مني، العمر يجري وقصتي إلى الآن بلا معنى. كم أشتاق أن أجد حكاية تحتويني تعطي لحياتي معنى. وعندما أجد نفسي أجري وأجري وأجري وأجاهد هنا وهناك وأحصل على الشهادة وراء الشهادة وأبني البيت وراء البيت وأمتلك وراء الامتلاك، ثم أجد حياتي بلا معنى، أقول يبدو أني أنتمي إلى عالم آخر، أنا لست من هذا العالم، أنا غريب. الراجل ده عالم نفس، ملوش دعوة بالمسيح، ملوش دعوة بالإيمان، ده بيوصف حال الإنسان بشكل عام، أي إنسان. يعني الكلام ده أقدر أقوله في أي محاضرة في مجال سيكولر وأدافع عنه لأنه ده معروف. بعد المحاضرة أدخل واكتب ميلفن سيمان وهتلاقي كتب معمولة عنده، كتاب $149، ما انصحش أنك تشتريه، لكن اكتفي بسماع المحاضرة دي. الأمر الرابع العزلة، العزلة. I am isolated. إيه مالك مش لاقي ناس؟ يقول لك مفيش أكتر من ناس. بس يا أخي كل العلاقات سطحية. I'm not belonging. بصاحب، برتبط، بصادق. دخلت في الشلة دي وسبتها، ودخلت في شلة تاني وسبتها، وما زلت أفتقد الشعور بالبيلونجينج. وتعرف عملت حفلة يوم ما تصورت أني I am belonging للمجموعة دي، وبقيت فرحان وبنام بالليل والابتسامة على وجهي والأحلام سعيدة جدا وأيام جميلة، وهي يا صاحبي 3 شهور ولقيت الحسد والكمبيتيشن والطموح الأناني، واللي بيديني كتف من هنا واللي بيزقني زقة من هنا واللي وأحبط. طبعا أنا بتكلم سيكولر، لو هنقل بقى على المسيحية هطبق كل الكلام اللي قلته ده جوه الإطار المسيحي. يعني مثلا ممكن في الحتة الأخيرة بتاعت البيلونجينج دي بيقولوا واحد تاه على جزيرة
مركب اتكسرت فليق روح لوحده على الجزيرة، قعد 20 سنة. بعد ما خلصوا 20 سنة عتر فيه واحد كان برضو تايه في البحر، فنزل لقي فيه 3 مباني، بيت وكنيستين وهو واحد. فقال له انت ساكن فين؟ قال له في البيت ده. قال له طب وايه دي؟ قال له الكنيسة اللي بروحها. قال له طب وايه دي؟ قال له دي اللي كنت بروحها. ارتحتش، حسيتش ان انا بيلونجينج. ابحث عن الانتماء. ايميلي اصفهاني سميث عملت كتاب بعد دراسة رسالة دكتوراه، وعملت الكتاب اسمه The Power of Meaning. The Power of Meaning، والسبتايتل بتاع الكتاب جميل: There is more for life than to be happy. في حاجة أهم من السعادة، إن يبقى لحياتك معنى. وحطت الست دي 5 حاجات يخلوك توصل للمعنى. أول حاجة حطتها belonging، إنك تنتمي لمجموعة. بس حطت شرط غريب أنا معرفش إزاي ممكن يتلقي في العالم. قال تنتمي لمجموعة تقبلك ليس لعقيدتك ولا لعرقك ولا لما تملك أو لما تعرف، لكن لمن تكون. يقبلوك because of one reason: who you are. أعرفش أنا حد في الدنيا ممكن يعمل كده. المفروض أن كنيسة المسيح تعمل كده. بس لما تحس أنك جربت شلة والتانية والتالتة وما بتحسش بالbelonging، بتضطر تقول أنا إيه؟ غريب. يبقى كم حاجة لغاية دلوقتي؟ 4: الإحساس بالعجز، إنك بتعمل وما بتلاقيش تأثير. الإحساس بفقدان المعايير النورمز. الإحساس بالعزلة عن الآخرين. هم أنا قلت 3 ولا 4؟ 4. إيه الرابعة طيب؟ المعنى إن أنا مش عارف أدخل في حكاية ألاقي ليا معنى. 5 حاجة، أغرب حاجة، أعجب حاجة، وهي اللي بولس بيقولها، اللي بطرس بيقولها. 5 حاجة في وصفه لمشاعر المغتربين: self estrangement، أنك غريب عن ذاتك، يعني مش لاقيها، يعني عمال تروح وتيجي وتتجوز وتطلق وتخلف وتعمل وتروح مع صاحبتك شوية وتروح مع صاحبك شوية، وبعدين تغير كل حاجة وتغير شكلك وتروح عند المنجد يغير لك وشك ويغير مش عارف ايه، وتمشي يمين وشمال وشرق وغرب وتطلع وتنزل، وفي الاخر برضو تقول ايه؟ مش لاقيني. بدور على ايه؟ بدور على نفسي، بدور عليها. والناس تبص لك على انك كانك بتقول كلام. لا، على فكره انت عاقل قوي. في ناس تعاطت مخدرات جعلتهم يتصورون أنهم وجدوها، لكن في الحقيقة هم ما لقيوهاش، لأنها لا يمكن أن توجد بعيدا عن يسوع المسيح. يسوع بس هو اللي هيقودك إلى نفسك ويقود نفسك إليك. لما تعيش بتعمل كل حاجة ومش لاقي نفسك، بتقول أنا غريب. هذه المشاعر 5 التي يتميز بها الاغتراب النفسي، اسمعني بقى في اللي جاي ده، تزداد سوءا بالاغتراب الحرفي، صح؟ يعني هو أوريدي أنا مغترب نفسيا، لما تيجي تاخدني بقى وترميني في بلد تاني، العملية بتعمل إيه؟ بتزيد. بس على فكرة ممكن تبقى ليها فايدة كبيرة قوي. اسمعني في اللي جاية دي. إنك سبقت في بلدك وعالجت الاغتراب النفسي بطريقة غلط، بإنك أمنت روحك في فريق ترنيم 100 100 وفي كنيسة، والحمد لله ربنا نور عليهم وطلعوا أذكياء فمسكوك رئيس لجنة المؤتمرات مثلا، أخيرا عرفوا مواهبي وإمكانياتي وحسوا بيا، فلقيت نفسي.
وأخيرا البنت اللي بحبها أخيرا ربنا ادها بصيرة وإلهام بالروح القدس علشان تفهم إن أنا الزوج الموعود وأنا فارس الأحلام، فقبلتني، فلقيت نفسي I feel belonging ليها، وخلاص حسيت كده إن أنا في عالمي، وده مجرد تعاطي مخدرات. فاحتمال انتزاعك من أرضك وإلقائك في مكان غريب يكشف الواقع الحقيقي أنك لم تزل غريب وتحتاج إلى علاج صحيح. عشان كده أنصحكم أن تستفيدوا من الاغتراب الحرفي، من الاغتراب الجسدي، من الاغتراب الجغرافي، لكي تكتشفوا حقيقة اغترابكم النفسي اللي كل إنسان عايش فيه. وعندما أكتشف هذا الاغتراب النفسي أسأل ميلفن سيمان وأقول له إيه العلاج؟ بكل أمان الراجل يقول ما عنديش علاج، أنا ما عنديش علاج. لكن يتقدم يسوع المسيح ويقول لك follow me، اتبعني. بص أنا هنا حريص قوي أقول يسوع المسيح مش بيقف في الاجتماعات الكرازية ويقول لك خد خلاص no. ارفع إيدك تاخد التذكرة، كذب كذب كذب. يسوع المسيح لا يدعوك للسماء، يسوع المسيح يدعوك لخلاص نفسك. ويسوع المسيح مش بيدحلق خلاص، مش بيدحرج خلاص. يسوع المسيح بيقول لك follow me، اتبعني، ثق في محبتي وثق في قيادتي وسر خلفي وسأقودك إلى خلاص نفسك، وأعدك أنك تخرج من هذا العالم وقد وجدت نفسك، نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. قد خلقه لكي يكون إنسانا على أنه يجد إنسانيته الفردية، صعب التعبير ده، his individual self، his individual human self، أن تكون إنساناً وأن تكون نفسك. تجد نفسك من خلال ثلاث علاقات: علاقة مع الله the source of humanity، هو مصدر الحياة الإنسانية، تتنفسه، نفخ في أنفه نسمة حياة، في مناخيره مش في فمه، مناخيره يعني عايزك تعمل إيه؟ تتنفسني، تبقى في علاقة معي، تتنفسني لكي تصير إنسانا، وكلما تتنفسني كلما تتدفق فيك إنسانيتك وفردانيتك، فتصبح ليس فقط إنسانا لكن تصبح yourself، مش نسخة من الناس اللي حواليك. لكن كمان أحطك في علاقة مع الطبيعة، مع العالم، اخضعوها وتسلطوا عليها. ده عكس العجز اللي كان بيكلم عنه سيمان، اخضعوها. ماركس وهو بيوصف الاغتراب الإنساني يقول السبب هو الرأسمالية. لا يا ماركس، مش الرأسمالية هي السبب، السبب هي الخطية اللي فصلت الإنسان عن الله. بس ماركس كان ليه وجهة نظر، مش بيقول أي كلام، بيقول أصل الرأسمالية قتلت الابتكار والإبداع عند الإنسان، قتلت الابتكار الكرياتيفيتي، ودي احتياج عند الإنسان وباور. عندما يقودك يسوع وانت ماشي خلفه، أنا بوعدك الليلة بنعمة الرب، إذا قبلت محبته، وبالمناسبة ماركس قال هم احتياجين two powers and two needs، محتاج للحب ومحتاج للكرياتيفيتي عشان تكون إنسان. وأنا أعتقد أن أي قارئ حكيم يعرف أن دول ما يتوفروش إلا في يسوع my savior. يسوع لما يقودك وراه ويقولك follow me، كل يوم هياخدك في حضنه ويمتعك بحضنه ويقودك إلى أعمال، اسمعني في اللي جاي ده، أعمال
قرارات تبدع فيها وتلاقي نفسك فيها وتحس انك belonging وتحس انك effective وتحس فعلا ان ليك لازمة وتحس ان حكايتك ليها معنى. It's to follow every day. لكن كمان يحطك في علاقة مع الإنسان. الله هو source of humanity. العالم حوالينا هو الكونتكست اللي بنعيش فيه our humanity. لكن البشر وإحنا في علاقات معاهم they are the agents of humanity. فلما بتعامل معاهم أنا بدفق فيهم إنسانيتهم وهم بيدفقوا فيا إنسانيات. فأنا أحتاج إلى البشر والعلاقات معهم لكي أكون إنسان. علاقة مع الله مصدر الإنسانية، علاقة مع الطبيعة والعمل والحياة، الكونتكست قرينة وجودنا، مجال وجودنا، وعلاقة مع البشر الإيجنتس اللي من خلالهم نتطور ونصبح بشرا. آدم وقع في الخطية إذ قرر الاستقلال عن الله، وأنا بنعمة الله أخلص من الخطية إذ قررت اتباع يسوع المسيح. إذا قررت إنك تفولو هم هيمتعك بحبه وبقيادته. خلينا ناخد وقت في الصلاة والترنيم مع ريمون، قل له بصلاة حقيقية من القلب، إذا كنت فعلا تريد شفاء اضطراب من فضلك صلي معايا الطلبة الصغيرة دي لو كانت دي طلبتك أو يعني متجاوبة مع رغبتك. حبني وقدني بحبك بعيش، بحبك ببقى إنسان، وبقيادتك ليا تتحقق إنسانياتي. الإنجيل الذي قبلتموه وفيه تقومون وبه تخلصون. تخلص 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 لأنك تطيع يسوع. بدون حبك قل له عايز حبك ليا وعايز قيادتك ليا. بدون حبك أنا تار، أنا تار، مليش عنوان، مليش في مكان. بدون روحك أنا ميت، أنا ميت، بلا أكثر، بلا إنسان. لكن جايك وحبة خردل اتزرع من الإيمان، وأنا جايك وحبة خردل اتزرع من الإيمان. حركت قلب الجبل، قامت نقلنا واحد نور، هيأت قلب تبادل فرح اكتمل، وانا مسرور، وده سرور ان انا إنسان بعيش الصورة من تاني على صورتك، وده وجودي في وضوح الآن، وبتحرك بإيماني في حما دمك تحت رايتك. أنا راجع، أنا راجع، وده جديد
أنا موجود، أنا في المسيح. إذا أنا إنسان، أنا في المسيح. إذا أنا إنسان، إذا أنا إنسان، إذا أنا إنسان. كم واحد يعرف الترنيمة دي؟ قليلين. طب كم واحد أول مرة يسمعها؟ واو. لا، أنتوا هتحفظوها وهترنموها، وهي فيها فكرتين: أنا بدون حبه مش إنسان، وأنا بدون الخضوع لي وطاعته مش إنسان، أنا وحش أو شيطان. لكن الليلة أنا مش عايز أبقى وحش. قل له يا رب أنا بواجه الوحش ده جوايا كل يوم وكرهه، وأحيانا بحس أني زي الشيطان فعلا، بس عايز شفائك الليلة، رجعني أبقى إنسان. خلونا نرنم الترنيمة دي تاني مع ريمون، فكر في كلماتها الجميلة وقولها من قلبك عشان توصل فعلا نائلين غاية إيمانكم. هذا هو الشفاء من الاغتراب. بدون حب أنا تاي، أنا تاي، مليش عنوان، غريب، مليش في مكان، مغترب. بدون روحك أنا ميت، مش إنسان، أنا ميت، بلا أكفان، بلا إنسان، مش موت الجسد، لكن جاي لك وحبت خردل الزرع من الإيمان، وأنا جاي لك وحبت خردل الزرع من الإيمان. حرك قلب الجبل، قامت نقل نواحي النور، هيئة قلب تبدل، فرح اكتمل وانا مسرور. وده سرور ان انا انسان، بعيش الصورة من تاني على صورتك، وده وجودي في وضوح الآب، وبتحرك بإيماني في حما جنبك تحت رايتك. اوعى تدعي انك تلميذ ليسوع وانت لا تفعل ارادته، واوعى تستنى تعمل ارادته
لما تحب تعمل إرادته. اعمل إرادته سواء شاعر أو مش شاعر، اعمل إرادته حتى وانت شاكك. إذا أردت أن تكون إنسان عليك أن تعلن ثقتك في المخلص يسوع، أنه يقودك لتحقيق إنسانيتك، يقودك لخلاص نفسك. فعش وانت ماشي وراه تقول له بس انا مش حاسس، او تقول له بس انا شاكك. امشي وراه باحاسيسك الضايعه، وامشي وراه بشكوكك اللي بتعذبك. اعظم دليل انك وثقت في يسوع انك تتبعه على الرغم من غياب المشاعر، وعلى الرغم من وجود الشكوك. أمين؟ هل تثق في يسوع؟ إذا قلت لي لا ما لازم مشاعري، يبقى ثقتك في مشاعرك مش في يسوع. وإذا قلت لا لازم كل الشكوك تنتهي، يبقى حبيبي أنت حاطط خلاصك في عقلك مش في يسوع. ضع ثقتك في يسوع في هذا المساء، قل له أنت قائدي، أنت مخلصي، أنت من ذبحت لأجلي، لا يمكن تقودني إلى الهلاك. مش معقول تموت من أجلي علشان تموتني. أنت الوحيد الذي أحببتني لكي تنقذني من الهلاك. أتبعك يا سيدي. وعندما تظلم الدنيا حولي بمرض أو بظروف صعبة وتكتئب المشاعر يشك العقل، سأظل أتبعك وأثق فيك لأنك ذبحت من أجلي. أحبك وأريد محبتك وسلطانك على حياتي وقيادتك لي لكي أجد نفسي وأشفى من اغترابي. أمين. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني. السؤال هو اللي بالإنجليزي، ممكن بالإنجليزي؟ Please. Yeah. Very solid ground knowledge.
How do we apply most of what you talked about in our daily life here in America with high ambitions to be successful, to make an impact for Christ, and to influence people to know God through that, and not just feel frustrated, غريب, all the five things you mentioned, because it may sound like true, but made me feel like that's why I'm not where I want to be, or the world doesn't know Christ through me, whereas a lot of worldly people are listened to or followed, and I want to be one of those and also proclaim Christ through my worldly success. And how do you mesh the two with the الغربة والambition? فهمت عليك. تسمح لي أجاوب بالعربي ولا؟ أوكي. خلينا أقول أن أنت محتاج الأول تعمل good definition to what do you mean by impacting. الإمباكت اللي أنت عايز تعمله. What kind of impact. اللي أنت وصفته يا سيد هو بعينه بيعاني منه أي شخص في مصر أو في العراق أو في أي بلد. فهو مش قاصر على وجودك في أمريكا. ربما اللي عملته أمريكا إنها أعطتك new definition للإمباكت. أنت عايش في عصر أو عايش في البلد التي تمجد الكونسيومرزم، الاستهلاك والكابيتاليزم والضخامة في كل شيء والكبر في كل شيء والاتساع في كل شيء. فربما يكون عندك تصور معين عن الإمباكت مش صحيح، مأخوذ من الثقافة وليس مأخوذ من يسوع المسيح. لو أنا حبيت أعمل تعريف للإمباكت من حياة يسوع المسيح، يسوع دخل العالم وخرج لم يغير سياسة العالم، فضل بيلاطس على العرش، فضل هيرودس على العرش. يسوع دخل العالم ولم يغير اقتصاد العالم. يسوع دخل العالم ولم يغير حتى من الثقافة الموجودة عند اليهود كديانة. إذن ما هو الإمباكت اللي عمله يسوع المسيح؟ الإمباكت بتاع يسوع في كل التاريخ إنه في كل عصر يخلق إنسان على صورته، يخلق إنسان على شبهه. بمجرد ما مات يسوع وصعد إلى السماء فوجئنا بمنظر لم يخطر على بال إنسان. لقينا استفانوس بيترجم بالحجارة بس بيرفع عينيه إلى السماء ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. ده طلع نفس الصنف بتاع الشخص اللي كان متعلق على الصليب وبيقول يا أبتاه اغفر له. الإمباكت الوحيد العظيم الذي تركه يسوع هو أنه ألقى إلى العالم الحياة الإنسانية ويستنسخ الحياة الإنسانية ويخلق الحياة الإنسانية. يسوع بيعمل إنسان، بيعمل إنسان، بيعمل إنسان رغم فساد النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكن عمال يطلع إنسان وراء إنسان وراء إنسان. فكرة كم مليون إنسان طلعهم يسوع لغاية دلوقت؟ كم مليون واحد نال خلاص النفس وطلع باعتباره إنسان؟ كتير. هذا هو سر نجاح يسوع. هنا هيفضل لك سؤالين. سؤال الأول، هل العالم من حولك مشكلته في الزمان، في السياسة، في الاقتصاد، ولا مشكلته في المكان، ولا مشكلته في فساد الإنسان؟ فساد الإنسان. إذا كان العالم يحتاج إلى شيء فهو يحتاج إلى إصلاح الإنسان. Right؟ صلح كل النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسيب الإنسان خربان، هيعمل إيه؟ هيخرب كل شيء. لاحظ، الفساد لا يفسد الإنسان، الإنسان هو نبع الفساد في الحياة.
إذا أراد شخص أن يصلح حال العالم عليه أن يبدأ بإصلاح الإنسان. الأكشوالي مش إصلاحه، خلقه، لأنه مات. الإنسان عفن، محتاج حد يقيمه ويحييه. فده السؤال الأول اللي محتاج تجاوبه، هو إيه أكتر احتياج عند البشر حواليك؟ إيه أكتر احتياج عند زملائك في العمل، في الشركة اللي أنت فيها، الكلاينتس بتوعك في البنك، الكلاينتس بتوعك في المحل اللي أنت بتشتغل فيه؟ إيه أكتر احتياج عندهم؟ إنه يبقى إنسان، إنسانيته تحيا. السؤال الثاني، إيه أكتر إمباكت أنا أحب أسيبه؟ ليس نظرية علمية ولا فلسفية ولا إني أبتكر ابتكاراً مدهشاً، لكن لو قدرت أسهم في إحياء إنسانية إنسان، أعتقد ده أعظم شيء ممكن أعمله. لما أشوف ابني بقى إنسان لأنه شاف الإنسان فيه، لما أشوف زميلي يتأثر بي وتعود إليه إنسانيته، لما أشوف الشخص اللي بلعب معاه، كنت بلعب معاه سكواش، وأشوف إزاي ردت فيه الحياة وصار إنسان. إذا كان تصورك عن أعظم إمباكت ممكن تسيبه هو أنك تشتغل مع يسوع في إحياء إنسانية الناس، أعتقد ساعتها هيبقى مروحك للعمل بسرور وبسعادة، وتقول له يا رب مجرد أنه في واحد يخلص وينال الحياة ويصبح إنسان، ده أعظم إمباكت أنا ممكن أسيبه. مع تحفظ صغير أنه إحياء إنسانية إنسان ليس عمل مفرد، لكن عمل لمنظومة كبيرة أنت ممكن تكون أحد المشاركين فيها، بأنك بتعيش إنسانيتك في شركة عميقة مع يسوع. إزاي أعملها في جو أمريكا الصعب والضغط؟ خليك بالdeep layer of consciousness بتاعك من جوه، بdeep layer منه، خليك متصل طول الوقت بي وقول له قدني، قدني في كل تكست مسج ببعتها، قدني في كل رد بقوله، قدني في كل انفعال، قدني في كل كلمة بقولها، قدني عندما أغضب، قدني عندما أفرح، لا تتركني لنفسي. خليك all the time، جعلت الرب أمامي في كل حين، خليك متصق به، معتمد عليه، منتظر إرشاده وقيادته. هتبص ليه بيعمل حاجات بسيطة قوي بيك بس بتترك أثر عميق جدا في الناس، وانت هتبقى راجع فرحان وهتقول أنا مفكرتش أجاوب الإجابة دي بس هو ألهمني أجاوبها. أنا معرفش إزاي الرجل ده جه قابلني النهاردة وما كنتش مرتب إن أنا أقابله. هتكتشف إن الله يتكلم، واحفظ العبارة دي معايا يا سيد، الله يتكلم من خلال أفعاله أكثر ما من خلال كلماته ومشاعره. الله هيعمل حاجات حواليك يقودك من خلالها لكي ما يخلق لك إمباكت حقيقي في هذه الحياة. أمين؟ العالم العلمي لا يؤمن بالإيمان، يؤمن بالواقع، واحد زائد واحد بيساوي اثنين. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على فكرة إن العلماء والحاجات النفسية بيشرحوا الحالة النفسية للبشر، صح، لكن ما لهوش حل، صح؟ لما احنا نروح نتكلم مع حد ونقول له أؤمن بيسوع عشان هو الحل، هو بالنسبة له هو الإيمان. الإيمان هو أنت تصدق في حاجة أنت مش شايفها وتتبعها. فإزاي أنا أقنع واحد بالمستوى بالفكر المنطقي يؤمن بحاجة هي مش منطقية أساسا؟ للإيمان هو أنت تصدق في حاجة أنت مشوفتهاش. فإزاي أقنع واحد بيفكر بالواحد زاد واحد بيساوي اثنين أو واحد ملحد بإيمان هو هم مصدقوش أو مش شايفه؟ شكرا يا رائف، سؤال رائع. أنا رائف لو جالي الشخص ده اللي أنت بتتكلم عنه ويقول لي اقنعني، أقول له ليه؟ ليه أنت عايز تقتنع؟ إيه الغاية من وراء الاقتناع؟ لو قال لي عشان أعرف أنت صح ولا غلط، أقول له يا أخي أروح أنا في داهية ولا يهمك، أنا لك جعبية خالص، سيبك مني، أنا غلط. المهم أنت عندك مشكلة ولا ما عندكش؟ أنت شاعر بفراغ جواك؟ أنت عندك شعور باحتياج لحاجة أعمق من اللي أنت عايشه؟ يقول لي لو هو أمين، وأنا ده جربته بقى صدقني عشرات المرات، يقول لي طبعا في فراغ عميق. أنا عايزك بس تتعب، لو بتقرأ عربي اقرأ روايات نجيب محفوظ، هو عامل 40 رواية و350 قصة قصيرة. لو حبيت ألخصهم
هتلاقيهم كلهم بيوصفوا معاناة الإنسان العميقة اللي مش عارف لها سبب. هو بيسميها في رواياته الداء الذي لا دواء له. في حاجة نقصاني، في حاجة غريبة جوايا ومش لاقي لها شبع. أقول له طب من فضلك هاخدك لإم آر آي وناخد لها صورة. هيضحك علي يقول لي نو ما تتصورش. أقول له طيب نروح المعمل ونحلل دمك ونشوف حاجة. يقول لي نو دي مش حاجة تتفحص بالمعمل ولا بالأشعة. أقول له مال دي إيه؟ يقول لي إتس ميتافيزيكال. أقول له يعني بتؤمن بالميتافيزيكال؟ بتؤمن إن في حاجة اسمها ميتافيزيكال، حاجة بيوند ذا فيزيكس. النهاردة العالم الملحد ابتدى يؤمن بالسبريتشواليتي، حتى انه يعني اشهر ملحد سام هاريس اللي عمل ليتر تو بليفر نيشن او كريستيان نيشن لامريكا بيعمل مشروع عن ذا سبريتشواليتي اوف اثيزم، لانه مش قادر يتجاهل انه في ميتافيزيكال رياليتي. إذا وصلنا إن في ميتافيزيكال رياليتي، إن في حاجة اسمها سبريتشواليتي، هنا بقى أقول له تعالى نرجع لموضوع العقل اللي هو بتاع واحد زائد واحد يساوي اثنين. اللي أنت بتتكلم عنه ده ليس كل العقل، لكن ده جزء من العقل يتعامل مع المنظور والمحسوس الذي يمكن أن تخضعه للتجارب. لكن العقل أعظم وأوسع وأعقد من هذا. لا تختزل العقل بكل اتساعه إلى هذا الجزء منه اللي هو الكوجنيتيف فاكولتيز بتاعته اللي بتقدر تتعامل مع المحسوس والمنظور وتعمل التجارب وتمشي بالإمبريسيزم. العقل أوسع من كده. الفلاسفة زمان سموه الديانويا والنوس، العقل الذي يستقبل الحقيقة الروحية ويتفاعل معها، والعقل الذي يتعامل مع المحسوس والمنظور. الله ضمن دائرة الميتافيزيكال، يسوع المسيح ضمن دائرة الميتافيزيكال، مع أنه في نعمته ترك لنا أثرا تاريخيا يمكن أن نتعقبه بالعقل بالديانويا، يمكن أن نصل إليه بالبحث التاريخي أن في واحد اسمه يسوع عاش وصلب وقام. وهناك عندك جاري هابرماس، عندك مايكل ليكون، عملوا أبحاث كثيرة يقدروا يثبتوا تاريخياً أن يسوع قد قام من الأموات. بس مش هو ده اللي هيخلص الشخص. اللي هيخلص الشخص أنه يقبل أن هناك ميتافيزيكال نيد، سبريتشوال نيد، وأن العقل يمكنه أن يتعامل مع الميتافيزيكال رياليتي، يتعامل مع السبريتشواليتي بجزء منه أكبر جداً من الجزء الصغير اللي بيعرف يتعامل بيه مع الداتا. إذا عنده العطش ده، إذا عنده الاعتراف ده، أنا أؤكد ليك أنه هيقبل الكلام ده. ومجرد ما يقبل أي حاجة بسيطة الروح القدس بيشتغل أكتر وأكتر ويعلن له أكتر وأكتر. وإلا ما كانش فيه ولا واحد فينا خلص يا رائف، لأنه إحنا خلصنا مش عشان توفرت لنا الداتا. Right? يعني لما تمسك أي واحد هنا فعلا بيتبع يسوع المسيح، مش بيتبعه علشان حسبوها له بالعقل وعم قدموا له الأدلة وطلعت، لا كلنا كنا عطشانين. فعشان كده بقول تعاملوا مع الإنسان ليس على أنه thinking thing، ليس مجرد شيء يفكر، لكن هو كائن عطشان. يسوع كان بيقول إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. مش انت شكك أحد، مش لو واحد عنده مشكلة فكرية، لكن لو حد عنده عطش وجودي حقيقي أنا موجود. أمين. حط كتفك في كتفه، صاحبه، حبه، امشي معاه الرحلة، بين له حاجتين، بين له the beauty of Jesus in your life، وبين له how satisfied you are، how fruitful you are in your journey with Jesus Christ. بيّن له إن في حكاية جميلة غير الحكاية الخايبة اللي هو عايش فيها. السؤال اللي بعده تفضلي مرنا. مرنا، سؤالي في الجزء اللي حضرتك كنت بتقول حكي بتاع
مش مستني أغير الجسد يتغير عشان أشعر بالمواطنة. فسؤالي إنه يعني مع التجارب المتنوعة اللي كان بيقول عنها، بالعكس يعني طول الوقت التجارب والجوع والعطش كمان للبر، وإنه عايزين يعني نعيش البر ده، أو يعني نكون مع التجارب نفضل على إيماننا وكده، بالعكس طول الوقت بيحسسني بالغربة أكتر. يعني مع التجارب بحس بالغربة أكتر، فإزاي بطريقة يعني أو إيه اللي بيحصل فحس إنه أنا ينفع أشعر بالمواطنة دي على الأرض؟ يعني دايماً بشعر إنه المواطنة دي مش هحسها غير في السماء الجديدة والأرض الجديدة، لكن على الأرض إزاي مواطنة؟ بالعكس ده أبعد حاجة عن المواطنة يعني. شكراً. يقيني في شخص يسوع المسيح هو أساس يقيني أني مواطن سماوي. يقيني بعلاقتي بيسوع المسيح هو أساس يقيني بأني مواطن سماوي، لأنه ما فيش مواطنة سماوية بدون يسوع المسيح. لما بقول يقيني بيسوع المسيح أنا بتكلم عن علاقة لا تفسدها التجارب، علاقة لا تعتمد على مشاعر تتغير وتطلع وتنزل، علاقة لا تعتمد على شكوك وحيرة، لكن علاقة ثابتة، علاقة مستمرة، علاقة تخليني أقدر أقول له أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، أنا ما أقدرش أستغنى عنك حتى لو كانت ظروفي يوم بعد يوم بتزداد سوءا. هذا التمسك بيسوع المسيح بيؤكد بأكبر دليل على أنك مواطنة سماوية. هو ده دليلك على أنك تنتمي للسماء، لأنك تنتمي إلى يسوع وتتمسك بيسوع وما تقدريش تستغني عن يسوع. مشاعرك بقى حاولي تفتكري العشر سنين اللي فاتت، يا ما طلعت ويا ما نزلت ويا ما راحت ويا ما جات شكوك، يا ما أسئلة جات وشكينا وتجاوبت وجات أسئلة غيرها وشكوك غيرها، ولغاية النهاردة ما فيش ولا فكرة أنت متأكدة منها 100%، ولا شعور جواك دلوقتي تضمني أنه بكرة هيبقى زي ما هو موجود. فأنا يقيني بعلاقتي بيسوع المسيح هي أساس يقيني في المواطنة السماوية. قدرت أجاوبك ولا مش قوي؟ أيوة جاوبتني، بس يعني بيفضل كل ما العالم بيزداد ظلمة شعور الغربة اللي جوانا تجاه العالم بتزداد برضو. ده سؤال سهل، يا ريتك قلتي لي ده من الأول. ده جزء، لأنه خدي بالك by default once إنك انتميتي للعالم الآخر العالم السماوي هتشعري بإيه من جهة العالم ده؟ بالغربة. وعشان كده هو في أول أصحاح قال إلى المتغربين، بس أنتوا بقيتوا مواطنين سماويين، تعرف بعدها يقول إيه؟ أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. فونس إنك بقيتي مواطنة سماوية باي ديفولت هتشعري بالغربة في هذا العالم، لأنه قيمه ويعني معانيه وحكايته كلها بالنسبة لك مؤلمة. بس ده ما يفقدكيش فرحك، لأنك اسمعيني في الحتة دي بقى، وده اللي قاله فرح لا ينطق به ومجيد. هذا العالم يمرنا بكل الفساد اللي فيه، بكل الظلمة اللي فيه، هو أنسب مكان اختاره أبوك السماوي عشان يعملك مرنا فيه. اسمعيني في النقطة دي، يعملك إنسان بس ده لينا كلنا، لكن كمان عشان يعملك مرنا. بدون هذا العالم المكسور والشرير أنا كان ممكن أبقى ملاك، كان ممكن أبقى حاجة جميلة، بس ما كنتش هبقى ماهر. بس it seems إنه هو بيحب ماهر، هو عايز مرنة بالذات، عايزها بقى بعقدها بمشاكلها بمتاعبها، وإزاي خلصها من دي وإزاي غير من دي وإزاي يشكل في دي، فتطلع له في الآخر مرنة اللي هو عايزها. فأبونا السماوي يرى أن هذا العالم بكل سوءه وظلمه وشره هو أنسب مكان نصنع فيه. في وعظة حلوة لدالاس وولرد ممكن تسمعوها، ها
هذا العالم, this world is a safe place. ازاي بقى انه safe place؟ safe place لو انت جوه ملكوت الله طمني 100% انه ده انسب مكان هتتعملي فيه. شكرا. في ترنيمة نقف نقولها مع بعض ونروح بترنيمة حلوة بتقول فين المعنى في حياتي؟ تهت في دايرة غريبة مش لاقي نفسي ولا لاقي معنى لحياتي. افتكر الكلمتين اللي ختمنا بيهم فرصة ترنيم بتاعتنا. أنا بستقبل حبك وبثق فيك وهتبعك. محتاج حبك ومحتاج قيادتك ليا علشان أكون إنسان. فين المعنى في حياتي؟ في دايرة وقفت ساعاتي وخايف, أيوة خايف من اللي جاي. تهت في دايرة غريبة فهم وأتري حقيقة مش عارف أنا ميت ولا حي. فين المعنى في حياتي؟ دايرة وقفت ساعاتي وخايف, أيوة خايف اللي جاي. مش عارف أنا ميت ولا حي. عايز أرجع يا شمسي ولا ماضي يا بنسي؟ أرجع أكون نفسي أكون إنسان. See, well, I'm all.
أبانا إحنا بنشكرك إن أنت أبونا وإنت أكتر واحد مهتم إنك تخلص نفسنا. بصلي إن محدش فينا يا رب يفقد نفسه. بصلي إن محدش فينا كمان يتهاون في إنه تخلص نفسه زيادة وإنه يبقى شبه يسوع أكتر. الرب يسوع دفع ثمن غالي عشان نفوسنا، ساعدنا نقدرها. بصلي إنك تساعدنا في الأيام دي نبص على حياتنا وصراعاتنا وغربتنا بطريقة مختلفة، فنبقى بنخلص فعلا ونبقى بنعيش فعلا وتبقى حياتنا نور للناس. ساعدنا ما نجيش هنا بس عايزين نرتاح من صراعات ومشاعر معينة، لكن ساعدنا نعيش وحياتنا دي تبقى سبب ناس تانية تتشكل وتعيش. نطلب منك انك تدينا طاقة وتساعدنا في بقية مؤتمرنا انه نسمع صوتك ونستقبل عمل روحك، فما نخرجش من هنا زي ما جينا. في اسم المسيح.